شبح، جوست، أشباح، جوستس. خبرني قصة عن الشبح. Tell me a ghost story. بعض الناس بيعتقدوا إنه في أنواع مختلفة من الأشباح. Some believe there are different types of ghosts. هي ما بتخاف من الأشباح. She is not afraid of ghosts. هي ماتت من الخوف لما شافت الشبح. هي ماتت من الخوف لما شافت الشبح. She was scared to death when she saw the ghost. جيهان حست بوجود الشبح بالغرفة المعتمة. جيهان felt the presence of a ghost in the dark room.